بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في اول سيشن خاصه بالمحاكاه المايكرو ستريب باتش انتنا. وفي السيشن دي هنعمل محاكاه للمايكرو ستريب باتش انتنا بيزد على الماتلاب. طبعا هنعمل محاكاه بسيطه لريكتانجلر باتش انتنا. طبعا هنستخدم زي ما اتفقنا استخدم الماتلاب، وسهل جدا نستخدم الماتلاب الاونلاين اللي هو افتح جوجل واروح اكتب في السيرش تيبل بتاعه ماتلاب اونلاين وتدور عليه وتفتحه، وهتلاقيه تشتغل بسيط جدا، وهتلاقي كل الاكواد عليه وسهل جدا التعامل معاه. تمام. الحاجه الثانيه ايه الديزاين اللي احنا عايزين نحلله؟ ديزاين بسيط جدا عباره عن سبستريت، اهي سبستريت من العازل، قيمه الريفراكتيف اندكس، قيمه البرميتيفيتي عباره عن 2.33، قيمه السكنس بتاع السبستريت 1.57 مللي. خلاص. باخد باتش انتنا عباره عن ريكتانجل قيمتها 40 مللي في 60 مللي. كويس. باخد من تحت في جراوند بلين، من تحت في جراوند بلين يعني معدن تاني موجود تحت بس حجمه كبير، حجمه حجم السبستريت. تمام. ابعاده كام؟ هاخد حجمه ابعاده 60 مللي في 80 مللي. كويس. بعد كده طبعا السنتر بتاع الباتش هنا يعتبر السنتر بتاع الباتش، لو انا قلت ده محور اكس وده محور واي يبقى السنتر ده 0 0. انا هدخل سورس، هدخل سورس بتاعي هدخله في البوزيشن ده اهو. بخلي بالك انا ما دخلت سورس، ما دخلتوش في السنتر بتاع الباتش، دخلته على بوزيشن معين وليكن هدخله على بعد 5.5 مليمتر وصفر، يبقى ده مكان الاوبشن. نوع الفيدنج هنا هستخدم بروب، هستخدم بروب فيدنج بالمنظر ده كده. يبقى ده شكل الباتش انتنا اللي انا ايه عايزه احلل. طيب عايزين نحسب ايه الباتش انتنا؟ طبعا عشان تحلل الباتش اول حاجه لازم تعمل حاجه اسمها ميشنج، انك انت تبدا تقسم الباتش دي الى ايه؟ الى ريكتانجل صغير او سيلز صغيره بالمنظر ده كده. تمام. حجمه طبعا حل يونيفورم ونون يونيفورم، يعني حجم السيلز دي مش متساوي. طب الهدف ايه من السيلز دي؟ الهدف بكل بساطه ان عند كل نقطه، كل نقطه في السيل ببدا احسب قيمه الالكتريك فيلد، احسب قيمه الاي. فالاخر الالكتريك فيلد لو كان الماتريكس دي مثلا عباره عن قسمتها ل 1000 سيل، فيبقى عندي الماتريكس بتاعت الالكتريك فيلد عباره عن 1000 في 1000، يعني 1000 صف في 1000 عمود، ما كل قيمه تناظر قيمه الالكتريك فيلد عند ايه؟ عند نقطه، مش كده؟ وامشي طول عرض برضه نفس الكلام، الاي نفس الكلام، الفي نفس الكلام، بانك انا حولت القيم بتاعتي الى ايه؟ الى ديسكريتايزد، قسمتها. يبقى ده اهم حاجه فين؟ في المشي. يبقى اول حاجه انت بتحسبها بتحسب المشي، وتقدر تحسب بقى اقل سايز للمش كام واكبر سايز للمش كام وانت تتحكم فيه. كويس. اوتوماتيك بتتم في الماتلاب. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا بنحسبها هي ايه؟ يبقى دي اول حاجه احنا هنحسب، او ثاني حاجه احنا هنحسب ايه؟ ثاني حاجه احنا هنحسبها اللي هي بنسميها الايه؟ الكرنت ديستريبيوشن. ثاني حاجه اللي هي الكرنت ديستريبيوشن. الكرنت ديستريبيوشن يعني اتفقنا ان البروب ده في الاخر واخد مصدر اي سي ومتصل بالجراوند، صح كده؟ ففي تيار كهربي، في تيار ماشي، التيار الكهربي ده هيعمل كرنت هنا على السطح اسمه سيرفيس كرنت ديستريبيوشن، اسمه سيرفيس كرنت ديستريبيوشن. فانت برضو هتروح تشوف فيجواليز السيرفيس كرنت ديستريبيوشن ده على السطح عامل ازاي، هنروح نشوف شكله. طيب الحاجه الثالثه اللي هنروح نشوفها حاجه بنسميها الامبيدنس. ايه هي الامبيدنس اللي نقصدها؟ بص معايا دلوقتي البروب اللي داخل لغزي الباتش هنا كانه ده البروب اهو، مش كده؟ وهنا في مصدر انا بغذي بيه الانتنة، وهنا في الاخر بحط باتش. الباتش دي في الاخر هعملها كانها حمل، هعملها كانها ايه؟ كانها حمل. وده البروب بتاعي اللي هو طول السلك بتاعي بالمنظر ده اهو، مش كده؟ وده السورس اهو. ايه الهدف؟ ايه الهدف من السلكه دي؟ انها تنقل الباور بالكامل من هنا لهنا. يبقى تعمل حمليه اسمها ماتشنج، يبقى الكابل المحطوط هنا اللي هو البروب بتاعي الكوكسل بروب بتاعي ينقل الباور من هنا لهنا، يعني يعمل حاجه اسمها ماتشنج. طيب عشان اقدر اعمل ماتشنج لازم حاجتين. الحاجه الاولانيه احسب الزد ال دي بكام. طب يعني ايه زد ال؟ اتفقنا دي باتش، الباتش دي اكنها الايكويفالنت تناظر اللي زد ال بكام اللي هي الامبيدنس. يبقى اول حاجه بنحسب الامبيدنس دي تناظر اكنها مقاومه المكافاه للباتش، مقاومه المكافاه للباتش بالميديم اللي حواليه.
كويس. طيب رقم اربعه بقى، نروح نقول طيب الكابل اللي انا اشتريته ده هو اللي هو الكوكسل بروب اللي انا جبته ده هو، انا مصنعاه من حاجات معينه وله حاجه بتميزه دايما بنشتري بيها اسمها كاركترستيك امبيدنس. اسمها ايه؟ كاركترستيك امبيدنس. يبقى انت بتشتري كابل بتشتريه بخصائص اسمها كاركترستيك امبيدنس. الكاركترستيك امبيدنس ده هي عشان الكابل ده هو يبقى لوسلس، يبقى مش مفيش فيه فقد، لازم الكاركترستيك امبيدنس دي تكون ريال بورت، لازم تكون ريال. قال لي طب كويس، قال لي طب الوقت خلي بالك انت بتحسب الزد اهي، بتحسب مكافاه المقاومه للحمل اللي هي مقاومه الباتش قد ايه، وعندك لاين انت استخدمته، فبتروح تحسب بقى حاجه اسمها ريفليكشن كوفيشنت. ريفليكشن كوفيشنت ايه؟ ريفليكشن كوفيشنت او جاما هي بكل بساطه الفرق قد ايه ما بين الزد ال وما بين ال دي، ما بين الزد ال وما بين ايه الكاركترستيك. طبعا يهمك ان الريفليكشن كوفيشن ده يبقى قليل جدا. يعني ايه ريفليكشن؟ اللي رجع منها قد ايه؟ انا عايز ده جدا انت شايف. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على انه بنحسب الامبيدنس هي مكافاه الحمل للباتش والميديا من حواليها، وعندي ترانسميشن لاين او عندي بروب انا استخدمته هيديني الكاركترستيك امبيدنس بتاعه تبقى جدا، وده طبعا طبقا للستاندرد في حدود 50 اوم مثلا. بنحسب بعد كده بقى الريفليكشن يعني الفرق قد ايه بينهم، وبالتالي نقدر نحكم على الماتشنج، نقدر نحكم على الماتشنج. طبعا الكلام ده ما بحسبوش عن تردد واحد، بحسبه عند مدى من الترددات. يعني انت مدخل اي سي سيجنال التردد بتاعها مش واحد، لا هي مجموعه منين؟ من الترددات. اخر حاجه بنحسبها طيب الباتش دلوقتي سي عند تردد منهم بقى الماتشنج كويس جدا، الباور كلها اللي جايه من السورس راحت للحمل، ساعتها عند التردد ده هو اللي احنا بنسميه الريزونانس فريكونسي. الريزونانس فريكونسي يعني الفريكونسي اللي عنده احسن ماتشنج، نبدا نقيس بقى حاجه اسمها الراديشن باترن للانتن. الانتن بقى خدت الباور اللي هي عند التردد ده وزعتها ازاي في الفراغ اللي هو الراديشن باترن. يبقى احنا دلوقتي بنحسب بنحسب الميشنج، لازم نعمل ميشنج كويس الاول، وبعد كده نحسب الكرنت ديستريبيوشن، نحسب الامبيدنس، نحسب الريفليكشن كوفيشن، نحسب الراديشن باترن. تعالوا نشوف بقى نستخدم الماتلاب عشان نقدر ان احنا نحسب الحاجات دي بكل بساطه. هنوقف الشير ده ونفتح شير الماتلاب اونلاين بالمنظر ده كده. طيب تعالوا نشوف اول حاجه في الامر بتاع، شوف الكود بتاعي بسيط جدا اهو. اول امر فيه زي ما انتم شايفين كده، انا مش عارفه الشاشه كده واضحه ولا لا، انا هحاول نكبر شويه الشاشه. تمام. اول امر فيه اسمه بي 1 بيساوي باتش مايكرو ستريب، يبقى انا كده انشات مايكرو ستريب انتن. طيب البي 1 اللينس، اللينس بتاع الباتش قد ايه؟ 40 مللي، 40 اي اس ناقص 3. طيب البي 1 دوت ويتس يعني الويتس بتاعها كام؟ 30 اي اس ناقص 3 يعني 30 مللي. يبقى الاي اس ناقص 3 دي يعني عندها 10 اس ايه باور، 10 اس باور الباور بتاعتها ماينس 3، 10 اس ناقص 3. نفس الكلام البي 1 دوت هايت عباره عن 1.57 مللي، يبقى انت كده اكنك بتحدد دلوقتي الويتس بتاع السبستريت واللينث بتاع السبستريت والسكنس الويتس بتاع الباتش واللينث بتاع الباتش والويتس بتاع السبستريت. بعد كده في عندك تحت جراوند بلين، الجراوند بلين ده الويتس بتاعه كام؟ اللينث بتاعه كام؟ خدته 80 والويتس بتاعه كام؟ خدت 60. طب يبقى دي ابعاد انا خدتها للايه؟ الجراوند بلين، ممكن ازود ممكن اقلل بس يفضل تزود. يبقى انت خدت بالك ان انا خدتها تقريبا ضعف ايه؟ ضعف الباتش، ضعف ابعاد الباتش. بعد كده اقول طيب اللي هو البروب بتاعي اللي هو الفيد هحطه فين؟ فالامر بتاع الفيد فقلت بي 1 دوت فيد اوف سيت بيساوي 5.5 في يو ناقص 3 وصفر، يبقى ده اكس، ده احداثي اكس وده احداثي واي. وبعد كده رحت قلت بي 1 دوت سبستريت، يعني دلوقتي هبدا اتكلم بقى على السبستريت خصائصها عامله ازاي. قلت ان هي عباره عن ماده عازله داي الكتريك، وقلت اسمها هسميها ماتيريال واحد، ممكن تسمي اي اسم انت حر، يعني قلت نيم مثلا اسمها اسم ام واحد مثلا. وبعد كده ابسلون ار هي القيمه دي غيرتها اللي هي 233، يبقى انا كده اخترت داي الكتريك هحطها في السبستريت واسمها وقيمه الابسلون ار بتاعتها 233. طيب بعد كده في عندي امر اسمه ايه؟ شو بي واحد. شو بي واحد ده امر ظريف جدا بيوريني شكل الباتش انتن، هروح اكتبه تحت اهو، اكتب
هتبقى نفذه تحت، ممكن تنفذ طبعا الكود على طول على بعضه من علامه الرن، لكن ممكن تاخد كل امر تكتبه في الكوماند ويندو وتنفذه. فانا خدته من فوق كنترول سي ونقلته كنترول في وهنفذه. فبص على شكل البي واحد عباره عن ايه، ده شكل الباتش اهيت. ممكن نصغر ده شويه ونكب ونصغر ده كمان شويه كده عشان شكل الباتش طبعا يوضح. زي ما انت شايف كده عباره عن باتش اهي موجوده على سبستريت، وفي مكان الفيدر اهوت، وفي جراوند بلين تحت. يبقى ده عباره عن الديزاين او امر شو باتش، وراك الباتش اللي انت اوريدي عملتها. طيب بعد كده لسه ما حطيتش بقى الفيدر ده هيروح منين لمنين، كل حكايه حددت البوزيشن بتاعه. بس راح اقول كده، اقول بي بي واحد بتساوي بي بي سي بي ستاك مع بي واحد. خلاص كده، يعني ده امر بتاع البروب، والبروب ده خلي بالك انه هيقطع في الباتش. البروب ده عباره عن حته سلك هتلحم في الباتش، هتلحم. طب البروب ده شكله عامل ازاي؟ قال لك الفيد فيا موديل سكوير، يعني عباره عن ايه؟ ما خدتوش دايره، خدته عباره عن سكوير، يعني سلكه. الكروس سكشن بتاعها عباره عن سكوير. طيب اللينس بتاعه كام؟ 1 مللي. السايد لينس بتاع السكوير ده 1 مللي، وبالتالي يبقى الديامتر بتاع الفيدر كام؟ 1 جذر 2. 1 جذر 2. يبقى خلصت الكلام هنا. انا بكلمك على فيدر هيقطع في الباتش زي ما انت شايف كده. شكل القطع عباره عن سكوير، شكل الباتش سكشن، شكل القطع عباره عن سكوير، السايد بتاعه كام؟ 1 مللي، اي يبقى الدايمتر بتاعه 1 جذر 2 مللي. طيب انا كده عرفت الباتش. يبقى ده اوامر تعريف الباتش سهل جدا زي ما انت شايف كده، بتعرف اللينس والويتس والهايت والجراوند بلين ابعاده والاوفست مكانه، وبتعرف الدايلكتريك، وبتعرف شكل البروب نفسه عامل ازاي. نبدا بقى في الحسابات. طبعا عشان ابدا ارسم اي رسمه فبكتب كلمه فيجر عشان احط كل رسمه في فيجر، وفيجر وفي واحد، فيجر وفي اثنين، وهكذا. طبعا كنت ممكن تضيف فيجر وفي واحد اللي هو شو باتش عشان تقدر تجيب شكل الباتش ويبقى عندك فيجر زياده. طيب عندي فيجر وفي واحد، رحت عملت الميشنج اهو. بص كده امر الميشنج اهو، اتفقنا الميشنج ده وظيفته ايه؟ وظيفه الميشنج ده انه يقسم الباتش بتاعتي لايه؟ لجريدز صغيره. طبعا ممكن يبقى فيه جريد اقل 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 سايز وفيه اكبر سايز. فعندي هنا بص كده الماكسيمم 1 من 100 والمينيمم 3 من 1000. تمام. فبدا الوقت نرجع تاني الكوماند ويندو عشان ننفذ الامر ده كده. تمام اهو، انا عايز انفذ دلوقتي امر الميشنج. تمام، اقول امر الميشنج بالمنظر ده كده، اخد الميشنج اهو كوبي او كنترول سي. تمام، واقول هنا كنترول في بالمنظر ده كده. هو مش راضي ينسخ معايا، ممكن اكليك يمين على الامر كده واقول له هنا ايفالويت سيلكشن. ممكن احسب لي الامر ده في الكوماند ويندو، اكليك يمين عليه تاني واقول له ايفالويت اهوت، فيبدا ينفذ لي الامر. وما نفذ لي الامر اداني الميشنج. شايف الميشنج عامله ازاي؟ اداني الميشنج اهوت. انا هحاول اقلل بقى ده شويه عشان الميشنج يبان اهو. الميشنج يبان اهوت زي ما انت شايف كده، ان انا ادى يقسم لي الاستراكشر بتاعي الجريدز عباره عن تراينجل صغيره. وطبعا انا حاطه الماكسيموم والمينيموم، فانا ممكن اتحكم في العدد وممكن اتحكم في كل حاجه. فهو قال لي هنا عدد التراينجلز كام، وعدد التتراهيدرالز كام، والبيزز كام، والماكسيموم ايدج كام، والكلام ده انا كنت حاطاه. يعني انت دلوقتي الاستراكشر بتاعك كبر، فعدد طبعا السيلز هيكبر. استراكشر صغير، عدد السيلز هيصغر. صغرت حجم السيل، عدد السيلز بتاعتك هتكبر، وهكذا. فانت ليك الحريه تختار دي، بس المهم تضمن النتائج بتاعتك تبقى مظبوطه. طيب بعد كده، بعد ما حسبنا الميشنج، ممكن نحسب الكرنت ديستريبيوشن بالامر ده. تمام، الكرنت ديستريبيوشن هو عباره عن كرنت، امر بسيط جدا. كرنت البي واحد اللي هي الباتش بتاعتي، واللي عند التردد الفلاني. انا بحسب توزيع تيار، بس بحسبه عند تردد معين. تمام كده، بحسبه عند تردد ايه؟ معين. فاروح اقول مثلا هنا، بس قبل طبعا ما احنا ايفالويت اهوت. تمام، فيبدا ده شكل توزيع التيار. او خلي بالك التيار قيمته بصفر على الدايلكتريك، لان حواليه ده عازل المعدن اهو، بس المنطقه دي، وبالتالي المنطقه اللي فيها معدن دي هي اللي فيها توزيع التيار. خلي بالك ان اقصى قيمه لتوزيع التيار، اقصى قيمه للتيار عند المصدر. انا حاطه السورس هنا اهو عند النقطه دي، نقف عندها دي. طبعا اقصى قيمه للتيار جايه من هنا، بعد كده بتغير قيمته على الباتش زي ما احنا شايفين. ده اسمه الكرنت ديستريبيوشن، وده بنحسبه عند التردد. طب انا احسب التردد ده منين؟ اجيب التردد ده تقريبا منين؟ بكل بساطه خالص، اتفقنا نروح نحسب حاجه اسمها الامبيدنس ماتش. الامبيدنس اللي هي مكافاه الحمل، مكافاه
المكافئ للباتش دي عامله ازاي؟ المقاومه المكافئه للباتش، تمام؟ فاروح عندي الاخ فيجر 2 اهو، في امر اسمه امبيدنس، سهل جدا اهو، امبيدنس لبي بي 1 اللي هي طبعا البروب، تمام؟ انا بتكلم على البروب، لين سبيس 2 2 في 10 اس 9 ل 2 ونص في 10 اس 9. يعني اكني بقول ايه؟ بقول احسب الامبيدنس عند مجموعه من الترددات من اول 2 و2 من 10 جيجا ل 2 ونص جيجا. طيب عندي كام نقطه؟ من عندي رينج كبير، ما اخد ستيب قد ايه؟ قال لي خدي 21 نقطه. يعني قسم من 2 و2 من 10 ل 2 ونص جيجا، قسم الترددات بتاعتك بستيبس قد ايه او بعدد، خد عدد نقاط قد ايه؟ 21 نقطه. يبقى تقدر بالظبط جدا تحسب، مثلا اقول 2 و2 من 10 والقيمه اللي بعدها كام والقيمه اللي بعدها كام، هو هيقسمهم يونيفورمالي بحيث ياخد 21 نقطه تردد في الرينج ده. يبقى ده الامر اللي اسمه لين سبيس، ده امر بيقسم او بياخد او بي بي بيقسم او بيعمل ماتريكس ليها بدايه وليها نهايه وعدد نقاط في الرينج ده قيمته 21 نقطه. طب الامبيدنس دي لو انا حسبتها، تمام، هلاقي كده الامبيدنس شكلها عامل ازاي؟ شكلها زي ما انت شايف قدامك كده، ده فيجر 2 اهو. عباره عن ايه؟ عباره عن جزء ريال وجزء ايماجينري. حلو جدا. يعني احنا اتفقنا الامبيدنس بتاعت الحمل اللي هي بتعتبر بتاعت الباتش عباره عن جزء ريال وجزء ايماجينري. قال لي ناخد بالنا من حاجه، احنا اتفقنا يفضل ان الحمل ده يبقى مقاومته كام كلها او الامبيدنس بتاعته تكون ريال، يعني مفيش ايماجينري. طب الايماجينري ده هو الرياكتنس اللي هو القيمه الحمراء دي، فانا همشي مع الاحمر ده لغايه ما الاحمر ده يقطع فين؟ يقطع في الصفر. يقطع فين؟ يقطع في الصفر. اول ما يقطع في الصفر يبقى محصله الامبيدنس بتاعتي جزء ريال مفيش ايماجينري، جزء ريال مفيش ايه؟ مفيش ايماجينري خالص. يبقى اكيد ان النقطه دي تقريبا هيحصل عندها الماتشنج. عشان كده هو لما راح خد الكرنت ديستريبيوشن او يروح يقيس الراديشن باتن اكيد هيقيس عند قيمه زي دي اللي هو تقريبا 2.37، تمام كده؟ 2 بوينت كام؟ 37 جيجا هرتز. طب انا حسبت الامبيدنس خلاص اهي، وعند ال 2.37 قيمه الامبيدنس بتاعتي حوالي 70، اروح بقى احسب الريفليكشن كوفيشنت. الريفليكشن كوفيشنت بكل بساطه زي ما اتفقنا عباره عن ايه؟ زد ال ناقص زد نوت. يبقى هنا لازم اعرف الزد نوت بتاعت اللاين كام اللي انا شارياه عشان اوصله على الباتش، خلاص؟ فاللاين ده قيمته انا عرفت انها 50 اوم، فاروح بحسب الاس بارامتر بالامر الظريف ده اهو، او الاس بارامتر، تمام كده، اللي هو عباره عن الريتيرن لوس، يعني عباره عن دي واحد، وهستخدم نفس الرينج اللي استخدمته في الامبيدنس، وهستخدم الزد ريفرنس اللي هي الامبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين بتاعي. وبالتالي هو هيحسب بقى زد ال ناقص زد نوت على زد ال زائد زد نوت، ويجيب لها الامبليتيود بتاعها ويجيب لها الديسيبل فاليو بتاعتها، لان طبعا الاس في الاخر بيطلع بالديسيبل. فانت لو حسبت القصه دي، تمام، طبعا هو طبعا انا كنت حسبته ويتمسح من عندي، فهحسبه تاني وارجع لكم بالنتيجه. طبعا انت هتحسب ازاي قبل ما ارجع بالنتيجه؟ انا خلصت اهوت، ممكن اروح بعد ما اخلص الامر اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها رن. رن هنا يعني العلامه دي هيبدا ينفذ الايه؟ الامر بتاعي. طبعا رجعنا بعد ما هو بدا يخلص، طبعا خدت في الاسبوع حوالي 5 دقائق. طبعا راجع بقى الكيرفات تاني اهو، راجع ده عباره عن الباتش انتنا، ودي عباره عن الكرنت ديستريبيوشن، وده عباره عن طبعا اللي هو الامبيدنس اهي، وده الفيجر الاخير اللي هو عباره عن الاس 11 او الريتيرن لوس اللي هو اوريدي حسبه. وزي ما انتم شايفين كده حسبه مع رينج بنفس الرينج بالفريكونسي من اول 2 و2 من 10 جيجا لغايه 2.5 جيجا، وده شيء طلع شكل الاس 11 اللي هو الريفليكشن. طبعا الريفليكشن كل ما كان قيمته سالبه كل ما كان معناه الماتشنج افضل، الريفليكشن قليل. طبعا دايما بنحسب الاقل عند اقل قيمه، هنا عند اقل قيمه الاس 11 اكنها هي نقطه ريزونس اللي هي تناظر تقريبا 2.37 جيجا او 2.38 جيجا هرتز. ممكن بقى تيجي عند سالب 10 اللي هو سالب 10 هنا، تقطع هنا، تمام، وتاخد القيمتين دول، وتاخد القيمتين دول، تمام، والقيمتين دول يمثلوا لك مين؟ يمثلوا لك في الافقي يمثلوا لك الباند ويدث بتاع الباتش. يبقى الباتش دي ليها باند ويدث وليها ريزونانس فريكونسي حوالي اللي هو 2.38 جيجا، والباند ويدث ما قلنا قيمه النقطه دي اللي هي لو انا وقفت عليها كده اللي هي حوالي 2.36، والنقطه ده هي الناحيه الثانيه 2.39، يعني بتكلم في حوالي 3 من 100 جيجا هرتز، ده الباند ويدث بتاعي. طيب احنا كده حسبنا الباتش انتنا بيحصل ماتشنج كويس جدا عند 2.37. هروح بقى لاخر نقطه خالص اللي هو فيجر 4، تمام كده، اللي هو فيجر 5، واقول هرسم الراديشن باترن. هرسم ايه؟ هرسم الراديشن باترن بتاعي اللي هو بي بي 1، هرسم الراديشن باترن للباتش انتنا بتاعتي
تمام، وعند التردد 237 جيجا هرتز زي ما انتم شايفين كده. طبعا لما يرسم حاجه زي كده بقى، تمام تعال نرسمها كده، المفروض هي اوريدي مرسومه بس تعالوا نرسمها او نعمل ايفالويشن ايفالويشن للسلكشن ده كده. هيبدا يرسم لي الراديشن بتاع الباترن بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، اللي هو فيجر 5 بتاعي، هو ده شكل الراديشن باترن. طبعا هو عامل لي مبين لي الانتنه بتاعتي، ممكن اقول هايد الانتنه اخفيها، تمام اخفيها كده ما تظهرش، ممكن احطها على الراديشن باترن. فالباتش انتنه اهي، يبقى الانتنه بتشع بالمنظر كده زي ما انت شايف كده في السطح فوق، يبقى بتشع من فوق اهي، الانتنه ما بتشعش من تحت. اما الراديشن الصغير اللي من تحت ده اللي هو لونه اصفر ضعيف شويه ده، تمام ده بيسموه له سايد لوب او باك لوب. الانتنه المفروض محطوط جراوند بلين، فبتعكس كل الاشعه اللي بتطلع تحت تطلعها فوق، تمام، فتلاقي الاشعه قوي فوق، تمام. طب دي ممكن احسب منها الدايركتيفيتي. فالدايركتيفيتي يعني ايه؟ يعني قيمه التوجيه قد ايه. فالدايركتيفيتي اقصى حاجه 6.9 ديسيبل، يعني الانتنه بتوجه الاشعه بشكل بايه، بقدره 6.9 ديسيبل، ده اسمها الدايركتيفيتي اوف انتنه. والباك لوب ده، الباك لوب ده قليل جدا عايز نقلله. طب واحد يقول لي طب انا اقدر اعمل ايه في ديزاين زي ده؟ احنا اتفقنا نحسب زي ما اتفقنا الميشنج، نحسب الكارنت ديستريبيوشن، نحسب الامبيدنس، نحسب الريفليكشن كوفيشنت، نحسب الراديشن. ممكن نعرف نعمل ايه في التاسك بقى بتاعنا. تعالوا نشوف كده، نقفل ده ونشوف التاسك بتاعنا احنا ممكن نعمل ايه في الاتي. التاسك بتاعك كالاتي، طبعا هنشيل كلير بقى، اتفقنا دي باتش اهيت وليها ابعاد وكل حاجه. فانت هتاخد طبعا اول حاجه انه البدايه بتاعتك، البدايه بتاعتك هتبقى هي الكود ده، تمام. هي البدايه بتاعتك هتبقى الكود بتاعك اللي هو اوريدي لسه كبير من شويه، الكود بتاع الماتلاب، وتقدر انك انت تحسب منه ايه؟ تحسب منه ال تحسب منه ال اس 11، او تحسب منه احنا دلوقتي هنحسب الميشنج، هنعمل ميشنج تمام، وهنحسب الكرنت ديستريبيوشن، وهنحسب الامبيدنس، وهنحسب اللي هو زي ما اتفقنا الاس 11 او الريتيرن لوس، وبنحسب كمان اخر حاجه الراديشن، تمام كده. وطبعا بتشوف شو اللي مشي. طيب دلوقتي عندنا مجموعه من البارامتر، اول بارامتر فيهم اللي هو رقم ايه، اللي هو السبستريت ايبسلون ار. احنا الايبسلون ار بتاعنا تمام حطيناه ب 233، يحصل ايه لو انا زودته او قللته؟ يحصل ايه لو انا زودته او قللته؟ لو وقفت لك الشير دلوقتي تمام، وفتحت لك شير ثاني تمام، اعتقد هي دي تمام، ان انا قللت الايه الكلام ده، رحت كتبت كده على هنا باتش انتنا المنظر ده كده، الاقي هنا باتش انتنا طبعا بي اي تي سي اتش تمام. فنروح نشوف الباتش انتنا هتطلع لنا ايه، هتطلع لنا المنظر ده كده. فلو شفنا الباتش انتنا هتطلع لنا ايه، ممكن هنا باتش انتنا دلك سبستريت اهيت الاختيار ده. نشوف كده هيفتح معانا ولا لا. طبعا فتح، فتلاقي عندك هنا شوف المجموعه دي، المجموعه دي الهواء البرميتيفيتي بتاعته بواحد تمام كده، الاف ار 4 ده نوع سبستريت البرميتيفيتي بتاعته ب 4.8، التفلون 2.1، الفوم 1.3%، البولي الستيرين 2.55. يبقى ده بيعرفني البرميتيفيتي بتاعت الايه؟ بتاعت الماتيريال بلس اللوس تانجنت او اللوسز اللي فيها قد ايه. احنا بس ممكن تعرف ده وتعرف ده، بس احنا اوريدي في الكود اللي خدناه بسيط بسيط جدا، عايزين بس نشوف تاثير البرميتيفيتي. فانت كنت مجرب على 233، جرب على الفيوزد،
الفيوز دي سيليكا، او جرب على الفيوز دي جلاس، او جرب على الفوم، او جرب على التفلون، او جرب على الاف ار 4، وشوف بقى ايه اللي يحصل للاس 1. يبقى انت دلوقتي اول تاسك هتاخده تمام، هنوقف الشده تاني ونروح نقول نرجع بقى للفورمه اللي كنا بنكتبها دلوقتي. اول تاسك هتعمله انك انت هتبدا تغير في الابسلون ار، في الابسلون ار ماتيريال. ممكن تغير تاخد التفلون، تاخد الجلاس تمام كده، تاخد الاف ار 4، تاخد الفوم، اربع كيسز كده، وتحسب كل مره الاس 1 اللي هو الكيرف الظريف اللي كان بيطلع لي كده اهو، اللي بيقول لي باتش انتنا دي بتروجينيت مثلا عند 2.37 جيجا هرتز. ايه اللي هيحصل الكيرف ده لو انا غيرت البرميتيفيتي القيمه بتاعت 2.33 حطيتها مثلا 1.3%؟ يحصل ايه؟ يبقى ده اول حاجه اسمه الايفكت اوف ايه؟ ابسلون ار. تمام؟ ده رقم ايه؟ رقم ايه؟ رقم بي هتعمل ايفكت ظريف جدا. انت دلوقتي عندك ريكتانجلر باتش ليها ويتس وليها ايه؟ وليها لينس. ليها ويتس وليها لينس، كان ويتس عباره عن 40 مللي واللينس كان 60 مللي. خلاص انا هثبت الويتس وابدا اخلي اللينس ده اخليه 40 مره واخليه 80 مره. مش كده؟ هبدا اغير في اللينس بتاعي، ازوده واشوف ايه اللي حصل برضو في الاس 1 1. هبدا اغير اثبت ال عند 60 وابدا اغير الويتس اخليه 60 واخليه 80 تمام؟ مش كده؟ وابدا اشوف تاثير ال والويتس على الاس 1 1. ده تاسك سهل جدا، مجرد انك انت هترن البرنامج اكتر من مره وتشوف بقى الاس 1 1 حصل لها ايه. وتكتب طبعا نوت، يحصل ان الريزونس اتشفت، الريزونس مش كده، تكتب نوتس على الكلام ده. الحاجه الثالثه والاخيره، انت دلوقتي قلت ان انا مدخل او حاطط جراوند بلين، والجراوند بلين ده انت حطيته 60 في 80 صح كده؟ اللي هو كان الباتش عندك 40 و30 فانت حطيت الضعف. طب يحصل ايه لو ال 60 و 80 دول بقوا مثلا 80 و 100 او بقوا 100 في 100؟ ايه اللي يحصل للبرفورمانس بتاعي؟ ايه اللي يحصل لايه البرفورمانس بتاعي؟ مهم جدا تشوف تاثير الجراوند بلين عندك في المساله. يبقى احنا كده تاثير الباتش خدناه، تاثير السبستريت خدناها تمام من ناحيه الابسلون ار. ممكن تضيف على تاثير السبستريت هنا مش بس الابسلون ار، كمان السكنس بتاع السبستريت، السكنس اوف، خليها رقم دي بقى، السكنس اوف سبستريت. انت عندك السكنس اللي احنا كنا واخدينه عباره عن 1.57 ملم، فانت هتخلي السكنس ده 1 ملي، يبقى قللته وخليته ازيد شويه، خليته مثلا 2.1 ملي. يبقى ايه اللي حصل لما قللت السكنس بتاع السبستريت وزودت السكنس بتاع السبستريت على الاس 1 1 وعلى الراديشن بالمنظر ده كده؟ طبعا انت لما تيجي تحسب طبعا بترن البرنامج فبتحسب الخمسه بارامتر، فتشوف مين اللي بتاثر اكتر، بتشوف مين الامبيدنس اللي بتتاثر، ولا اس 1 1 ولا كرنت ديستريبيوشن ولا ايه بالظبط، فتقدر تحكم بعد كده. فانا عايزه من الريبورت ده او التاسك ده عايزه كونكلوجن، الابسلون ار بتعمل ايه؟ الويتس او الدايمنشنز اوف ذا باتش بتعمل ايه؟ الجراوند الدايمنشن بتاع الجراوند بتعمل ايه؟ وهكذا. يبقى انا دلوقتي في هنلخص الكلام، التاسك الايفكت اوف سبستريت بيرميتيفيتي اند سيكنس، ده رقم واحد. رقم اثنين عايزين الايفكت اوف باتش ديمنشنز، رقم ثلاثه عايزين الايفكت اوف جراوند بلين، والكلام ده عايزينه على تاثيره على الاس 1 1 وعلى الامبيدنس ماتشنج زد وعلى الكرنت ديستريبيوشن وعلى الراديشن باتر. تشتغلوا تسليم التاسك ده لازم يكون لحد اقصى يوم ايه؟ يوم الساتردي السبت الجاي، نكون مخلصين التاسك ده عشان هنبقى في تاسكات ثانيه ان شاء الله. السبت الجاي ده يناظر يوم كام في الشهر بقى عشان نكتب التاسك ده، المفروض انك تسلمه لحد اقصى يوم السبت الجاي اللي هو هيناظر 30/5 ان شاء الله لازم نسلم التاسك ده. تمام، اتمنى تكونوا استفدتوا من السيشن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.